اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده، اللهم لا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده، اللهم اجعل القرآن دليلنا إلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن زج القرآن في قفاه فقاده إلى الجحيم، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فهو في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم وألبسنا بالقرآن الحلل، اللهم وأسكنا به الظلل، اللهم وألبسنا به الحلل، اللهم وأسكنا به الظلل، اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا على بابك سائلين،
ولمعروفك طالبين ولرحمتك راجين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك قانطين ولا من عفوك يائسين إلهنا لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت الرب المعبود ولمن نبسط الليلة أيادينا وأنت صاحب الكرم والجود يا من إليه يلجأ الخائفون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من عليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون إلهنا إلهنا ما أنت صانع الليلة بعباد أقروا لك بالتوحيد ما أنت صانع الليلة بعباد أقروا لنبيك بالرسالة إلهنا نناجيك نناجيك بألسنة قد أخرستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب نناجيك بألسنة قد نجستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب أتراك تسلط علينا النار وقد شهدنا لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا يا من ذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء نقر لك بذنوبنا ونعترف لك بأخطائنا ونعترف لك بضعفنا إلهي إن عذبتنا فبذنوبنا وإن رحمتنا فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة إن عذبتنا فغير ظالم إن عذبتنا فغير ظالم وإن عفوت عنا فخير راحم إلهنا لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انقلهم الليلة بفضلك من مراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود
وظل ممدود وماء مسكوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من والدينا حيا فأحيه على طاعتك وتوفه على ملتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك. يا رب استر نساءنا وارحم أخواتنا واحفظ أولادنا ورب شبابنا وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا رحيم يا رحمن. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بنا غضبك، ألا تنزل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تخرجنا الليلة من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب. اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا جميع الكروب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.
وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده اللهم لا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده اللهم اجعل القرآن دليلنا إلى جنات النعيم ولا تجعلنا ممن زج القرآن في قفاه فقاده إلى الجحيم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فهو في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم وألبسنا بالقرآن الحلل اللهم وأسكنا به الظلل اللهم وألبسنا به الحلل اللهم وأسكنا به الظلل اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا وقفنا على بابك سائلين ولمعروفك طالبين ولرحمتك راجين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك قانطين ولا من عفوك يائسين إلهنا لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك
فنرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت الرب المعبود ولمن نبسط الليلة أيادينا وأنت صاحب الكرم والجود يا من إليه يلجأ الخائفون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من عليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون إلهنا إلهنا ما أنت صانع الليلة بعباد أقروا لك بالتوحيد ما أنت صانع الليلة بعباد أقروا لنبيك بالرسالة إلهنا نناجيك بألسنة قد أخرستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب نناجيك بألسنة قد نجستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب أتراك تسلط علينا النار وقد شهدنا لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا يا من ذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء نقر لك بذنوبنا ونعترف لك بأخطائنا ونعترف لك بضعفنا إلهي إن عذبتنا فبذنوبنا وإن رحمتنا فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة إن عذبتنا فغير ظالم إن عذبتنا فغير ظالم وإن عفوت عنا فخير راحم إلهنا لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انقلهم الليلة بفضلك من مراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح مردود وظل ممدود وماء مسكوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم
ومن كان من والدينا حيا فأحيه على طاعتك وتوفه على ملتك ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك يا رب استر نساءنا وارحم أخواتنا واحفظ أولادنا ورب شبابنا وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا رحيم يا رحمن اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جوعا فأطعمهم ظمأ فاسقهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بنا غضبك ألا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم اللهم لا تخرجنا الليلة من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا جميع الكروب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.